الملك المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في يوم الختام من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة البدع الفضائية وقناة الريان الفضائية وقناة الدوري والكاس والغنوات المرافقات لنا دبي ريسنج، قناة ياس وقناة أبو ظبي الرياضية في هذا المهرجان وفي هذا الختام على سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هو شوط الشلفة، شوط السيارة الروز ريز الذي مقدمة من عريدو للمركز الأول. هي الأسامي مليار، مزنة، محبة شديدة لهجن الشحانية، سلسبيل، الساعة ملهمة لهجن العاصفة. هذه النتيجة، هذا الأسامي، هاي الأسامي المتواجدة في هذا الشوط. هنا الكيف متواجد على مقدمة هذا الشوط وعلى أرضية هذا الميدان. ها هي سلسبيل لهجن العاصفة الذي تعود هجن العاصفة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني، المركز الثاني نشوف وناخذ اللي في المركز الثاني مليار لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث، المركز الثالث شديد لهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فوران المري. وفي المركز الرابع، مزنة في المركز الرابع لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس، ملهمة في المركز الخامس لهجن العاصفة الذي تعود ملكية هجن العاصفة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام، الشلفة الذهبية والسيارة الروز ريز لونها غير، شكلها غير، مقدمة من أريدو. مشكورة يا أريدو للاتصالات على هذا التقديم وبالمساهمة. هذه السيارة الفخمة فريد من نوعها. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. سلسبيل، سلسبيل على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني، مليار في المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الثالث شديد لهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فوران المري. المركز الرابع، المركز الرابع مزنة لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الخامس، ملهمة في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، خمس على المقدمة، خمس على المقدمة منذ البداية بقيادة سلسبيل. سلسبيل وأداها زي السلسبيل على مقدمة هذا الشوط في هذا المساء في هذا الحضور السامي من سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ومن ضيف البلاد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، مرحبا بضيوفهم وأيضا بحضور من الأمير صاحب السمو الأمير الملكي تركي بن محمد بن فهد آل سعود. مرحبا في هذا المساء، في هذا المساء، في مساء الحول، مساء الحول والزمول، في هذا الختام، في هذا الختام مع الذهب، مع الحول، مع النوادر على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية. وفي هذا الختام والعيون تتنظر إلى الذهب، إلى سيف الأمير، سيف أمير البلاد المفدى. نترقب من بعد هذا الشوط، هناك شوط زمول مفتوح، وبعد الشوط المنتظر الذي عد وجهزه طولة العام من الصيف والقيض وحضروا من البداية ينتظرون هذا اليوم. نقول هنياله اللي بياخذ السيف في هذا المساء. بنشوف على العموم، نرجع إلى سلسبيل، سلسبيل على المغرب.
المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مزنة تتسلل من الجانب الثاني في هذه اللحظات لهجن الشحانية بقيادة العملاق عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي قاد الجزيرة في شوط الأسطورة في شوط الشلفة في توقيت زمني حدث في مثل هذا اليوم 11 دقيقة 49 24 جزء من الثانية بقيادة هذا المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والملكية مع هجن الشحانية مع الشعار الأدعم كانت ترتديه على ظهرها. وهذا المساء الافتتاح هناك كان بلفان لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي واعلنوا اعتزال لفان يا ما سطر من الكاسات من الذهب في رصيده اربع رموز في رصيده من سن اللقاية ونحن نعرفه وتبعناه ويا الاذاع ويا الثنايا حتى وصل سن السوم سن الزمول وهو يغادرنا بملف ابيض بتاريخ مشرف مع هجن الشحانية. نرجع الى الميدان وإلى سلسبيل على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي وفي المركز الثاني مزنة في المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وفي المركز الثالث مذيار في المركز الثالث لهجن الشحانية أيضا بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وفي المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع شديدة لهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فوران المري ابن الذهبي يتولى التضمير والتدريب. ننتقل إلى المركز الخامس أرى ملهمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدي الاجتبي. نشكر اتصالات قطر اريد على تقديمها السيارة لهذا الشوط شكرا وشكرا ايضا لبنك قطر على المساهمة بالسيارة السيارة البنتلي مشكورين على هذه المساهمة بهذه السيايير الفخمة. نرجع إلى الشوط يا سلام خمس على موقع واحد بقيادة سلسبيل منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي تطمح بفوزي وناموسي هذا الشوط وشلفة هذا الشوط وتهدي الفوز والناموس إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة وهي على مقدمة هذا الشوط إذا سمحت لها مزنة ومذيار وأيضا شديدة. على العموم نشوف المركز الخامس ملهمة في المركز الخامس هذه النتيجة. نرجع إلى المقدمة نرجع إلى سلسبيل على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثاني مزنة لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الثالث مذيار لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الرابع شديدة لهجن الشحانية بقيادة المضمر يابر بن سالم بن فوران المري. المركز الخامس ملهمة في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام خمس على أرضية هذا الميدان الكيف متواجد على أرضية هذا الميدان بين هذه الحول الذي صالا وجالا على أرضية هذا الميدان وعلى أرضية ميادين دول الخليج يتنافسا في هذا الختام في هذا المهرجان بقيادة سلسبيل وهي على مقدمة هذا الشوط 6 كيلومتر تخلصنا منهن باقي 2 كيلومتر عن خط النهاية بقيادة سلسبيل منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي مسيطرة سيطرة كاملة سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. لكن
الكرة التسلل من الجانب الثاني، بدأت هطول الأمطار تهطل من مزنة على مقدمة هذا الشوط لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي سلسبيل في المركز الثاني لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثالث مذيار لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وفي المركز الرابع ملهمة ولكن شديدة والركض في شديدة ويبقى شدة، ها هي شديدة وصلت انتقلت من مركز إلى مركز تتسلل يا سلام شديدة لهجن الشحانية بقيادة المضمر يا بن سالم بن فران المري ملهمة وصلت انتقلت إلى المركز الخامس إلى المركز الرابع ملهمة الكيلو الأخير نغترب منه بقيادة مزنة تفتتح الكيلو الأخير ولعت الأمور ولعت مع الحول مع مزنة وهي على مقدمة هذا الشوط جرت الشوط جر يا سلام يا مزنة لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني مذيار لهجن الشحانية أيضا بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وفي المركز الثالث من الجانب الثاني شديدة لهجن الشحانية بقيادة المغمر يابر بن سالم بن فوران المري يا سلام يا مزنة على مقدمة هذا الشوط وهي منفردة انفراد كامل الثنائي في هذا المساء مع الرموز مع هذا الشعار مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ها هو الشعار الأدعم تشاهدونه على شاشة التلفزيون مسيطر على المقدمة بقيادة مزنة ومذيار تتذير عند الأمتار الأخيرة تنتزع المركز الأول سلام عليك يا هجن الشحانية على هذا الأداء المتميز، تهانينا لمالك هجن الشحانية سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. المركز الثاني مزنة لهجن الشحانية، وفي المركز الثالث ملهمة في المركز الثالث لهجن العاصمة، وفي المركز الرابع المركز الرابع شديدة لهجن الشحانية، وفي المركز الخامس سلسبيل لهجن العاصمة. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول مذيار إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 8 كيلومتر وانتزاعها للشلفة وللسيارة روز ريز المقدمة من أريدو في زمن وغدرة 12 دقيقة 19 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الهويبي والذي وصلت في المركز الثاني مزنة 12 دقيقة 20 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا أيضا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الهويبي والذي وصلت في المركز الثالث ملهمة في المركز الثالث 12 دقيقة 27 58 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا